حماس في الحقيقة ليست هي ممثل الفلسطينيين، ممثل الشعب الفلسطيني هو شيء اسمه السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس المعروف بأبي مازن. في يوم من الأيام كانت حماس جزء من هذا النظام الحاكم، ثم تمردت وأعلنت استقلالها بغزة. حماس اسمها الأصلي قبل سنة 87 الإخوان المسلمون فرع غزة. أنا بقول ده لأن ده شيء مهم جدا. مرة تانية، الإخوان المسلمون، وبعدين يحطوا شرطة ويكتبوا فرع غزة. وبعد كده تغير المسمى فقط يا دكتور؟ تغير المسمى لكن الفكرة لم يتغير. حماس ح حركة مقاومة ميم ألف سين إسلامية. في الحقيقة أن حماس مشكلة كبيرة. ليه؟ أولا لأنها لا تعترف بأن الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني هو السلطة الفلسطينية اللي العالم بيتعامل معها في رام الله. أيوة. محمود عباس. النقطة الثانية لأنها امتداد مسلح للإخوان المسلمين. النقطة الثالثة لأنها فاجئتنا بشيء جديد، وهي أنها انضوت بالضاد تحت ذراع إيران. وده شيء جديد في العلوم السياسية، أن حركة سنية تحت لواء شيعي. دولة شيعية. ما الذي يجمعهما؟ السلاح. ما فيش حاجة بتجمعهم غير السلاح. حماس في الحقيقة لا تؤمن بالحل التفاوضي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا تؤمن به. بمعنى إيه يا دكتور لا تؤمن بالحل التفاوضي؟ الحل التفاوضي أصله سينتهي إلى دولتين، وهم أصلا مش موافقين على دولتين. هم بيتكلموا على دولة فلسطينية من البحر إلى النهر. وبالتالي فهم عملوا شق في الفريق الفلسطيني. يعني الفريق الفلسطيني كان في يوم من الأيام، سواء عجبنا ياسر عرفات أو مش عجبنا، عنده زعيم اسمه ياسر عرفات. النهاردة من حق إسرائيل لما نقول لها الفلسطينيين إنها تقول لنا مين فيهم، مين منهم